بالجميع مرحبا. دعس الدعس اليوم، اليوم دعس الدعس على الجعاربة. حرام انها كتائب كاملة تم القضاء عليها من حق الجعاربة اليوم، من حق الجعاربة ومن حق الدمك ومن حق طارق عفاش الكلب، كلهم تم دعسهم اليوم. وقع لهم استدراج وخليناهم يقدموا، الجيش خلاهم يقدم وبعدين وقع لهم يا خبط الخبط. والجماعة يا جرده عمال انهم خلوا حقهم معاهم مدرعات يعني متطورة وحديثة قيمة المدرعة الواحدة مدري كم مليون دولار، فلتوهن وهربوا. تخيلوا فلتوا مدرعاتهم، مدرعة قدها تحميه، فلتوها وهربوا. مدرعة النمر هذه الذي جالس يزنطوبها هذا عادها صرف جديد لطارق، جاء طارق هوق بهن وقعين على طول. غنايم لل رجال المقاومة والأبطال. والآن رجع الوضع زي ما هو عليه. كانوا الجماعة دخلوا في يعني استعادوا يعني من بعض المناطق بالشيخ سالم، هم مش استعادوا، هو الجيش انسحب وخلاهم يدخلوا للشيخ سالم. مجرد ما دخلوا وقعت لهم الكماشة، هذول الذي مكنوكم من أول، احنا وين احنا؟ قد احنا في شقرة، احنا في قرن الكلاسي. قل ما لكم يا جماعة، قالوا الجماعة احنا في قرن الكلاسي وبعدين بندخل شقرة. قرن الكلاسي هو يعتبر مؤخرة شقرة، كيف توصل لها قرن الكلاسي؟ الكلاسي انت ما وصلت لها شقرة، كلمناكم انهم كذابين، مكنوكم الفطور في شقرة، هالفطور مدري وين، والله العظيم ما يقربوا قرن الكلاسي. الشباب موجودين في قرن الكلاسي، ما الاشتباكات في حسان وفي الشيخ سالم، ما يسمعوا اصوات الاشتباكات الذي هم في قرن الكلاسي، ما يسمعوش حتى طلقة رصاص. وهذا الاخ احنا في قرن الكلاسي، احنا في شقرة، احنا داخلين شقرة، احنا ما فيش ما معكم الا زنجبار ذا الحين، يعني حسان وزنجبار يدافعوا عليهم. تمام مليح، لا تقع محرقها لكم ان شاء الله ولجميع القوات الذي معاكم. وبعدين دخلنا زنجبار، وصلنا زنجبار، ثبتنا الامن في زنجبار، ضبطنا كل شيء. الان ظلنا اسبوعين وبعدين لاقوا داعدا. بس تعجبونا هذه المرة، يعني تعجبونا، استعينوا، يعني تقولوا انها حرب، انه الذي بيهاجم عليكم شماليين والذي هاجم عليكم كلهم جنوبيين، وانتوا رحتوا تستعينوا بشماليين طارق عفاش وشلته عشان تقاتلوا ابناء الجنوب. بس عادي، اهم شيء انكم يعني تقاتلوا، اهم شيء عندنا تقعوا رجال ولا تصيحوش المريم، بس قعوا رجال وخلونا انتوا اجي احنا وانتوا ونقع احنا وانتوا طحنا، ما عندنا مشكلة، حتى لو فزتوا ما عندنا مشكلة، بس لا تبكوا وترجعوا تصيحوا المريم، فاهمين؟ هذا بس دي نشتيه منكم، تقعوا رجال ولا تبكوش وتدوروا المريم. احنا قسم بالله يا فت الفت بيقع لكم، يا دعس الدعس زي اليوم. قرج لي وذاك اللي يصور بعدين ما تشوفهمش، اغلب الاطقم الذي صوروها الذي هي محروقة الاطقم حقهم، ولا طقم مقلب من حقهم، قاموا صوروا وقالوا هذا من حق الشرعية. وشوية نوصل توصل قوات الشرعية ونجي ونهم، هم اللي بيتقلبوا بالطقم، الجماعة شاردين بالطقم حقهم. ابوي اليوم امام اليوم بردوا قلبي، اقسم لكم بالله من الدعس اللي يوقع لهم. يا الاسراب الهبشة، الأزير أزير والقتيل قتيل والجريح، ما الميان حرام إن ما عاد قدرنا. يعني الشباب يقولوا ذا الحين جالسين نقول إحنا ذا الحين جينا نقاتل ولا جينا نلفلف الجثث حق الجماعة هذا؟ لا يعني إحنا الآن ندور حل، ممكن يعني نشوف الكلاب الضالة وذا اللي تجي تتصرف مع الجثث، ما
هنجيب معنا وقت احنا، ولا بنجيب شيء ولا ولا بنشوف كيف بنتعامل مع الجثه هذه الذي مرمايه اليوم اكثر من 50 جثه من حق الجماعه. هذا بس بحق بالعمليه الاستدراج الذي حصلت في الشيخ سالم، اكثر من 50 جثه، هذا من غير الجرحى ومن غير حقهم. وقعوا لهم يا دق الدق يا دعس الدعس. المهم يا جماعه الخير، اصحابنا اشتيكم تكون معنوياتكم عاليه، لا تكونوا تصدقوا حقهم الاعلام. فالجماعه هم لا فارعين بالتصوير، طبعا يجي يصور لك في خبت بعد زنجبار، بعد زنجبار ما بين طريق زنجبار وعدن، وهو مروح معود من زنجبار راجع على عدن، ويقول لكم احنا الان متجهين الى قرن الكلاسي. والله يضحكوا عليكم وانتم مصدقين ها الجماعه قد دخلوا، ها الجماعه سيطروا، انكم هبل تصدقوا. فالمهم وبعوا يا اصحابنا، والنصر لنا باذن الله، نحن اصحاب الحق ونحن اصحاب الارض، والنصر لنا باذن الله. ورافعين هذا لا يا النصر او النصر. تحياتي.